وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن من أواسط جنوبي أثيوبيا مراسلنا جابر منصور. جابر أهلا بك معنا، دعنا نتابع معك المزيد من التفاصيل حول سير وتوزيع هذه المساعدات المتدفقة إلى المناطق في إقليم تيغراي. داليا، هذا ما صرحت به الحكومة الإثيوبية على لسان مستشار الأمن القومي رضوان حسين خلال يعني بعض الاجتماعات التي تمت في بريتوريا، وكذلك تم الاتفاق إلى وصول المساعدات الإنسانية وكافة عمليات الدعم إلى إقليم تيغراي الذي عانى لأكثر من عامين من الحروب. هذه المساعدات التي وصلت إلى إقليم تيغراي أكثر من 40 شاحنة خلال هذه الأيام، هي هناك المزيد، خاصة وأن الحكومة قد أشارت إلى وصول المساعدات عن طريق ربما عن الطرق البرية والجوية إلى الإقليم. وهذا أيضا يأتي نتاج للاتفاق الذي تم في بريتوريا، واليوم وفي هذه اللحظات ربما ينتظر الأثيوبيين وغيرهم من الدول الأفريقية النتائج التي سوف يخرج بها اجتماع يعني نيروبي، آخر اجتماع ربما للأطراف المختلفة في أثيوبيا قبل أن تتحدث فيه عن الترتيبات الأمنية التي من شأنها أن تعمل على انسحاب القوات الأريترية من الأراضي الأثيوبية، وكذلك إعادة الدمج والتسريح لقوات جبهة تحرير تيغراي إلى الحكومة الفيدرالية، فضلا عن إعادة الإعمار للمناطق التي تم تدميرها خلال الفترة التي رأتها الحرب ربما في أثيوبيا. هناك أيضا أنباء متداولة بأن الجيش الأثيوبي والجيش الفيدرالي يعمل الآن جنبا إلى جنب إلى شعب تيغراي، خاصة في جمع المحصولات الزراعية. شاهدنا صورا لمناطق مختلفة، خاصة منطقة شيري وهي منطقة كبيرة كانت قد استولت عليها القوات الأثيوبية سابقا. تقول القوات الأثيوبية أنها تعمل جنبا إلى جنب مع المواطنين لجني محصولاتهم، خاصة وأن عملية الحصاد هذه الأيام تتم بشكل مباشر. منظمات دولية ومختلفة وكذلك رضا من المجتمع الدولي ومن الأثيوبيين. بالرغم من ذلك كانت هناك تعليقات لدى لما قاله مستشار الأمن القومي رضوان حسين بأن 70% من المناطق التي يعني أعادتها الحكومة اعتبرت ذلك ربما بعض الجهات استفزازا، خاصة وأن الطرفين حاول ترتيب الأمور ولملمتها في أسرع وقت ممكن، وهما الآن يبحثان في آلية الوصول إلى اتفاق دائم وشامل ويعيد إلى المنطقة استقرارها وسلامها. المجتمع الدولي وكذلك الأثيوبيون يرون أن هذه الخطوة ربما تأخرت لعامين كاملين حصد فيها الآلاف من المواطنين في إقليم تيغراي، لكن أيضا من الجانب الآخر يعتبرونها خطوة سريعة جدا في الوصول إلى الاتفاق، خاصة أنها جاءت برعاية الاتحاد الأفريقي في الوقت الذي تقول فيه أثيوبيا أن المشاكل الأفريقية يجب حلها بحلول أفريقية. الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية كلها تعمل لإعادة الإعمار في هذه المنطقة. ما يتوقع أن تشهد هذه المنطقة ربما عمرانا أكبر وربما تنمية في مقبل الأيام، خاصة وأن المنطقة شهدت نزوح كبير جدا ولجوء خلال فترة الحرب التي استمرت لعامين داليا. شكرا لك مراسلنا جابر منصور، كان معنا من أواسط جنوب أثيوبيا.